والرافضة التعامل معهم بما يأتي. أولا دعوتهم إلى الله عز وجل، فمتى ما سنحت الإنسان فرصة أن يدعو أحدا منهم فلا يتردد بحجة أنه قد يتستر، ما عليك إلا البلاغ. ثانيا أن يكون معهم على حذر، لأنهم شبهون بالمنافقين، فإن من أسسهم أن أذية السني عبادة تقربه إلى الله عز وجل. الأمر الثالث، من له ولاية وسلطان ما يجوز أن يولي أمثال هؤلاء على مصالح الأمة، الواجب عليه أن يتقي الله عز وجل في الأمة وأن لا يولي عليها إلا خيارها، فإن أمثال هؤلاء الأشرار لا ينجو منهم إلا كل شر حتى لو أظهروا لك الانصياع والقبول. الأمر الرابع تحذير الأمة، ولا سيما في هذا العصر، أن يحذر الناس من شرهم وأن لا يطمئنوا إليهم، والعاقل المؤمن يدرك شرهم ولو لم يوعظ، لكن ذكر معتقدهم وشرهم مما ينحي بعض المسلمين عن محبتهم، لأن البعض قد يقول لمعاشرته لهذا الرافضي حسن الأخلاق قد يقول يا أخي ليس بينه وبينه فرق إذا رأى منهم حسن الخلق، بل قد يثني البعض عليهم. وعلى كل حال هي سنة الله عز وجل أن يكون هناك صراع بين الحق والباطل. قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. رئيسهم هو الشيطان، ولذلك لا يستغرب أحد أن يحصل مثل ما يحصل الآن في بعض البلدان الإسلامية من تسلط أعداء الله على إخواننا المسلمين، ليس هذا المستغرب، هي سنة الله عز وجل. ولكن كما قال تعالى والعاقبة للمتقين.